معانا طعم التخزين والثلاجة، وبيتكون من 4 قطع، 2 لتر، لتر، 600 و300. دي قطع عملية جدا لأحجام عملية لكل الاستخدامات، علشان بواقي الطعام تحطيها في أصغر قطع. الدائرة في تابر وير محتمل، بمعنى يسمح بتسريب السوائل، بيتقفل من ورا لقدام كده اهو، وبعدين نخرج الهواء. فكده خرجتي كل الهواء اللي جوه، مفيش فرصة لتكاثر البكتيريا داخل العلبة. المحتوى في الثلاجة بيقعد فوق 10 أيام سليم تماما. تحطي بواقي من الطعام، سلطة، تمرين، فاكهة، سلطة خضار، سلطة فاكهة، كل حاجة عندك تخزين بره الثلاجة، لو مخبوزات، لو حلويات. معانا طعم ده النهارده، اللي هيشتريه هياخد ازازة الفريزر دي هدية مجانية. ازازة الفريزر لازم نتأكد ان هي عليها علامة الفريزر غير قابلة للكسر، عليها ضمان مدى الحياة مع استخدام بالارشادات الموجودة مع الازازة. اخر يوم للعرض، كل سنة وانتم طيبين. تبقى بخير ان شاء الله.